الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ثم الصلاة والسلام على أشرف مولود وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الكرام، اليوم سألقي كلمة عن فضل أو فضائل القرآن وأهله. لنبدأ معا بالتعرف على القرآن الكريم. القرآن هو كلام الله حروفه ومعانيه المنزل على رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، المتعبد بتلاوته، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلقد أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والقرآن الكريم هو أدق وثيقة بين يدي المجتمع البشري، حيث قال الله تعالى في بدايته بعد سورة الفاتحة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. والآن سنتعرف معا على بعض فضائل هذا الكتاب العظيم. فمن فضائل القرآن أن فيه رفعتنا وذكرنا لقوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ولقد روي عن عمر أنه قال: أما إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير العالي فيه والجافي عنه. ومن فضائل القرآن أيضا أن فيه البركة، حيث ذكر الله ذلك في أكثر من موضع في القرآن الكريم. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وفي آية أخرى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وفي آية أخرى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فإذا نظرنا وتمعنا في هذه الآيات نرى أن القرآن الكريم مبارك. وإذا قارن أمرا من أمورنا الدنيا أو الأمور الآخروية تصحبه البركة حتما، فعلينا بالقرآن. يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم في حديث يرويه عنه أنس: إن لله أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فجعلني الله وإياكم من أهل الله وخاصته. ومن فضائل القرآن الكريم أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. فعن أبي أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وما أعظم الشفاعة. حافظ القرآن يرتقي في منازل الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فما أعظم القرآن. ومنفعة القرآن لا تقف على حافظ القرآن فقط، بل تصل إلى والديه، حيث يلبسان تاج الوقار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة. الحديث: فما أعظم أن تكون سببا في أن يلبس والداك تاج الوقار بسبب حفظك القرآن. وأخيرا، وصيتي أوجهها إلى حفاظ القرآن وإلى من هم في طريق حفظ القرآن. أقول لهم: أن الله اختار قلوبكم من بين قلوب الناس كلها لتكون غرسا يغرس به كلامه، فاحمدوا الله على ذلك. ولنعلم جيدا كأمة محمد أن القرآن الكريم هو دستور ومنهج وحبل نجاة هذا الكون الذي أرفقه الله به. يقول المنشد: يا أمة القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرق، ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا، ولتجعليه محكما في أمرنا، وثقي بوعد الله أن يتحقق. إذن فهناك خياران بين أيدينا، فنكون مثل الذين وصفهم الشاعر بقوله: أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النير بين شفاههم فتطوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان. أو ممن تركوا دستورهم فضلوا
جعلني الله وإياكم من حفاظ القرآن ومن أهل الله وخاصته. أقول ما تستمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.